طبعا هناك إضافة إلى هذا، يعني قلق يعني بالغ جدا جدا مثل البلاغات هذه والتقارير عن ضربات عسكرية ضد المرافق الصحية، اختطاف سيارات إسعاف أثناء نقلها لمرضى والمسعفين داخلها، هناك نهب للمرافق الصحية، هناك احتلال من قبل القوات العسكرية للمرافق الصحية. وضع صحي عليك كارثي ومؤلم جدا وبالغ السوء. يعني المستشفيات تعرضت للقصف والشظايا من الأسلحة النارية، مما تسبب في خروج المستشفيات عن الخدمة يعني في الخرطوم وفي الولايات. Humanitarian challenges that the current conflict is causing is unimaginable. You have a population of almost 6 million in Khartoum alone that are now stuck in their houses with very little food, very little water, and lack of access to health system and health services. طبعا حتى قبل هذه الأزمة يعني كان النظام الصحي في السودان نظام هش، يعاني من الكثير من النقص والتحديات، نقص في الكادر الطبي، نقص في الأجهزة والمعدات، نقص في التموين والمستلزمات الطبية الأخرى كأدوية ومستلزمات جراحية، يعني ضعف في البنية التحتية لعدد من المرافق الصحية كأبنية،